أزمة السكن في تونس وسبل حلها أحد أهم المواضيع اللي تحدث عليها المواطن التونسي، خاصة بعد قرار رئيس الحكومة المتعلق بآليات السكن الأول ودور الباحثين العقاريين في إنجاحه. اتصلنا بالباحثين العقاريين وفتحنا المجال لكافة الباحثين العقاريين بالبلاد التونسية. قلنا احنا لابد باحثين عقاريين من دام الدولة دخلت ومن دام الدولة ماشي تعطي رولونس، اول حاجة ماشي تساعد المواطن، وثانيا زادة تعطي رولونس لقطاع البحث العقاري. احنا بدورنا ساهمنا، كانت في البداية شاركوا اكثر من 200 باحث عقاري، عندنا اكثر من 200 باحث عقاري ما يستجبوش للشروط، معناها ثم اللي معناها يجيك ب 230 الف دينار، ثم اللي 240، ثم 210. احنا هنا تدخلنا وضغطنا على الاسعار. ورغم تحديد قائمة الباحثين اللي يعنيهم السكن الاول، الا انه التوزيع الجغرافي لهم والاثمان تبقى نقطة هامة يلزم تدارسها. المجموعة الباحثين العقاري فيها 58 باحث عقاري، 58 باحث عقاري، وال 58 هذوما عندهم بريسك معناها 1000 مسكن، 1000 مسكن اللي هو جاهز، وثم 4650 مسكن بصدد الإنجاز، ثم اللي يكون جاهز 2017، ثم اللي يكون 2018 و19. أثمان يبدأوا من 90000 دينار حتى 200000 دينار، بريسك في 15 ولاية من ولايات الجمهورية. دعم الدولة في التمويل الذاتي والتسهيلات البنكية حوافز هامة للمواطن، لكن يبقى السؤال مطروح، هل كل الراغبين في التمتع بالسكن الأول يشملهم شرط التمويل؟